بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن واليسر والبركات. ومن قلب الحدث ومن قلب الطماطم الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دهيا والعقد المحترم، رغم ان ظروف الحرارة عالية، بنتكلم على عنصر مهم جدا، والعنصر ده محبب ليكم كلكم ولكن مزعج شوية، واللي خلى فيه ازعاج الناس سميته اكروبات نحاس، كبريتات نحاس، هيدروكسيد نحاس، اوكسيكلور نحاس، نحاس معدني، نحاس عضوي، قصة كده يعني تحس ان هي يعني تلخبط اي حد، وخصوصا اخواننا المهندسين الجدد او المزارعين البسطاء، ده بيعمل لهم مشاكل جدا المسميات الكتيرة دهية. خليني متفق معاك الاول ان عنصر النحاس هو عنصر مهم، عنصر من ضمن العناصر الصغرى، من العناصر اللي هي غير متحركة سواء في التربة او في النبات، يعني دبدوب بيمشي براحته خالص سواء في التربة او سواء في النبات، وعلشان كده دايما بيظهر اعراض نقص النحاس في القمة النامية، زيه زي سلوك البورون وزي الكالسيوم بالظبط، هما الاثنين يعني هما الثلاثة زي بعض، بيظهر نقصهم في القمة النامية لان هما بطيئين الحركة داخل النبات. طيب بالنسبة لعنصر النحاس، العنصر ده هو طبعا صعب ان هو، رغم ان احنا بنقول هو بيظهر في القمة النامية، ولكن صعب ان هو يظهر نقص عنصر النحاس. ليه نقص صعب يحصل نقص لعنصر النحاس؟ لان باختصار شديد ان حضرتك شغال على طول بترش مبيدات فطرية في بداية عمر النبات عبارة عن اكسكلور النحاس، نحاس معدني يعني بترش على طول، فعشان كده صعب ان هو يظهر نقص العنصر بتاعه. تمام، دي حاجة، يعني معظم المبيدات الفطرية الوقائية بتبقى نحاس، تمام، إذا كان بقى أكسكلور نحاس أو أكروبات نحاس أو هيدروكسيد نحاس، المهم إن في نحاس بنرشه وخلاص، فعشان كده ما بيظهرش معانا، تمام، ما بيظهرش نقص عنصر النحاس، تمام. ولكن ممكن تظهر نقص تظهر سمية النحاس. يعني إيه سمية النحاس؟ يعني واحد أكل كتير فحصل له تسمم، أو أكل حاجة مش مظبوطة حصل له تسمم، أو أكل بجرعة كبيرة، علاج مثلا بياخده بكمية كبيرة فحصل تسمم، تمام. فخير الأمور الوسط، تمام، ما تحطش نحاس في التربة إلا إذا كانت التربة عندك جديدة، أما إذا كانت التربة قديمة فعادي ما تحط لهاش خالص، وبنكتفي برش المبيدات الفطرية اللي بتحتوي على النحاس دي، بتكفي حاجة النبات، تمام. طيب طبعا عندنا النحاس بيبقى فيه نحاس عضوي ونحاس معدني، تمام. طيب النحاس العضوي طبعا بيبقى حاجة زي أسيتات النحاس، جلوكينات النحاس، اللي هي زي حضرتك ما انت شايف ده سماد عضوي اللي هو سائل، ده هو ده سماد عضوي، تمام. ولما بنرشه في وقت التزهير ما عندناش مشكلة في ان احنا نرشه. طب ليه ما عندناش مشكلة في ان احنا نرشه؟ مشكلتنا في الرش مع السماد المعدني اللي حضرتك شايفه ده هو، تمام، ده اللي ممكن يعمل لنا مشاكل ويعمل على تساقط الأزهار، تمام. طب ليه العضوي؟ العضوي اولا نسبة النحاس فيه قليلة جدا، تمام، دي حاجة. الحاجة التانية محمل على جزيئات عضوية، والجزيئات العضوية ديت معروف ان هي صعب ان هي تمتص عن طريق الاوراق او تدخل النبات بكمية يعني، تمام، فبيبقى فيه جزء العضو معروف ان هو كبير يعني، تمام. ما علينا، المهم ان النحاس العضوي ممكن نرشه اللي شفته قدام حضرتك دهوت، والنحاس اللي هو المعدني ما يترشش وقت التزهير. المعدني اللي هو ايه؟ عبارة عن كبريتات النحاس اللي حضرتك بتشوفها الجنزارة دي، ما بنستخدمهاش رش. امال بنستخدمها ايه؟ الناس دايما بتحطها في مشاتل الرز عشان الريم اللي بيحصل، تمام، وكعنصر مطهر يعني في مشاتل الرز، بنستخدمها في عمل عجينة بوردو. وعجينة بوردو للي ما يعرفهاش هي عبارة عن ان احنا لما بيحصل تسمق في الموالح في الجذع بتاع الشجرة من تحت او حتى الخوخ والحاجات دي، بيبدأوا يجيبوا كبريتات النحاس مع مية مع جير حي، ويبدأوا يطفوا الجير الحي، وبيحطوا واحد نحاس، واحد كبريتات نحاس مقابل واحد
جير حي مقابل واحد ميه، واحد واحد واحد، وبيعملوها عجينه بر وكده. وفي ناس كمان بتحط عليها ماده كمان ممكن تكون كيميائيه كمان علشان تقضي على التسمم وتحفظ الاشجار من الحشرات اللي ممكن تروح لها خلال العام. تمام، دي قصه كبريتات النحاس. اما بالنسبه للهيدروكسيد النحاس والاكسكلور النحاس، دول عباره عن مبيدات وقائيه بنرشها في بدايه مراحل النبات قبل التزهير. طب ولكن بترش للنبات اللي هو عليه تزهير زي الطماطم زي الفلفل، ده ما بنرشهوش لما يبدا في تزهير. ولكن لو في نبات زي البطاطس ولا حاجه عادي رشه طول السنه، ما عندكش مشكله، عشان بس تبقى تفرق بين الاثنين. تمام. اما السماد العضوي فرشه سواء في مرحله التزهير او غيره، ما عندكش مشكله خالص. تمام. اكسكلور النحاس اكسكلور النحاس وهيدروكسيد النحاس، دول بنرشهم للامراض الفطريه والبكتيريه. تمام، للامراض الفطريه وللامراض البكتيريه بيقضي عليها، بس يا ريت الرش يكون قبل المرض ما يشتغل، قبل المرض ما يبدأ. تمام، لكن لو بدأ المرض ما عندكش أي مشكل خالص، المرض هياكل النبات طالما أنت شغال في النحاس. تمام. طيب، في جماعة بقى غيروا رأيهم وقالوا إيه؟ قالوا لا، إحنا قصة النحاس دي بقى لازم نزود الإيه؟ نزود الـ نخليه قوي شوية. طب قوي شوية يعني إيه؟ يعني واحد خدت حصان هزيل كده أو خدت حيوان هزيل كده من أي واحد وقعدت تأكله وتشربه كويس لحد ما بقى متين يعني. تمام، فبعد كده يعني اصبح مفيش حاجه تقف قدامه. زي ايه بقى؟ اكروبات النحاس. تمام، وحاجه زي الردوميل جولد. الاثنين نحاس على فكره، فيهم نحاس. تمام، الاكروبات النحاس من اسمها اهي، وفي حاجه اسمها الروداميل جولد، بس الناس اللي خدوهم، تمام، ودي شركات محترمه جدا بتنتجهم، الناس اللي اخدوهم بقى حطوا النحاس ده هو في صور الكيميائيين يعرفوها كويس، وابتدوا يحطوها مع مواد، المواد ده هي اساسا جهازيه. تمام، زي اكروبات النحاس، بتبص تلاقيه يحط لك الاكروبات النحاس، بحط لك النحاس اكسكلور النحاس مع الديموثيميروف، بيحطوهم الاثنين مع بعض، ودول بنستخدمهم لعلاج الندوه المتاخره، وبنستخدمهم للبياض الزغبي، وبترشوا عادي في اي وقت، ما عندكش اي مشكله خالص. ليه؟ لان النحاس هنا ابتدى يبقى عنصر، يعني ابتدى يبقى عنصر قوي، وكمان ممكن يحط يكون محطوط بكميات قليله، ولكن الـ الـ الكفاءه بتاعته اعلى من انك انت ما ترشه في الصوره المعدنيه العاديه. تمام. في مبيد تاني طبعا محترم جدا برضو بنستخدمه للندوة المتأخرة بالذات والبياض الزغبي، وده عبارة عن الرودوميل جولد، وكل الناس طبعا تعرف الرودوميل جولد، ولازم تفرق بين الرودوميل جولد اللي هو أساسه نحاس، والرودوميل منكوزيب. المنكوزيب ده منكوزيب وميتالاكسايل على ما اعتقد، الردوميل اللي هو المنكوزيب، اما بتاعنا النحاس ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي هو الردوميل الجولد، اللي هو عباره عن هيدروكسيد نحاس مع ميفينوكسام. دول الميفينوكسام ماده طبعا معروف ان هي جهازيه، والهيدروكسيد النحاس معروف ان هو عنصر النحاس. تمام. كل القصة في موضوع النحاس. تمام، يعني أول حاجة هنلخصهم في كلمتين: النحاس عنصر غير متحرك في التربة وفي النبات، بطيء الحركة، عنصر من العناصر الصغرى، له صورة معدنية وصورة عضوية. النحاس من الحاجات اللي يعني مركبات كتيرة، ويطلق عليه أسماء كتيرة: كبريتات نحاس وهيدروكسيد، كل ده هو. المهم الصورة المعدنية ما تترشش أثناء التزهير، الصورة العضوية تترش أثناء التزهير، أو الصورة الكيميائية اللي هم حاطينها محملينها على مواد فعالة ومواد جهازية. شكرا لحضراتكم، وبتمنى أن احنا نكون فهمنا الكلمتين ده هما. وبمناسبة عيد الفطر المبارك بنكرر تاني وبنقول: كل عام وأنتم بخير، والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، حياكم الله جميعا. شكرا لحضراتكم، كل عام وأنتم بخير.